السلام عليكم اخوات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هاني كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. جبت لكم غانيت، غادي نقدم معكم غانيت. كيجي لذيذ وسهل واقتصادي. وقبل ما نبداو بالصلاه والسلام على نبينا، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. غادي نقدم لكم مكونات. عندي هنايا كاس ديال الزيت، عندي هنا كاس ديال سنيده، عندي هنا ثلاثه البيضات، عندي جوج خمارات، عندي هنايا فانيا وقبيصه ديال الملح والدقيق. غادي نعبر معكم بالكيسان ديال العنبه. غادي نقد غادي نبدا هنا بسم الله على بركه الله. غادي ندير قبيصه ديال الملحه بسم الله. هنا ثلاثه البيضات غادي نخدم، غادي ندير جوج كاملين وحده غادي ندير غير البيض ديالها، غادي الصفا غادي نحتفظ به. بسم الله. نجي فاش غادي ندير الصفار. الكانيت كيجي بنين واقتصادي بالنسبه للكوتي هكا الوليدات. هنايا خليت احتفظت بالصفار باش غادي ندهن بيه الكانيت ديالي. يعني كنديرو جوج بيضات كاملين وبيض ديال البيض، كنزيد خمام، كنزيد فانيا عفوا، كنخلطهم بسم الله. غادي نزيد كاس ديال سنيدة، غادي ندمج مزيان البيض وسنيده مزيان. وعندي هنايا كنديروا معلقه ديال العسل. هاد الكانيت ضروري دير فيه معلقه ديال العسل، انا ما عنديش دابا، ما توفر لياش العسل، ما درتوش. نخلط مزيان. غادي نزيد الزيت، نزيدو شويه بشويه. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تعجبكم وتشتركوا في القناه ديالي وتضغطوا على زر الاشتراك باش يبقى يوصلكم الجديد ديالي. ديروا لي لايك، تشتركوا القناه ديالي مع الاهل والاصدقاء، دعموني. كنتمنى نكون خفيفه على قلبكم. انا خلطت هنايا البيض والسكر وسنيده والزيت. دابا غادي ندير جوج خمارات، غادي نبقى نزيد الدقيق بشويه بشويه. انا دابا ندير الكاس الاول. دابا نكونو شاعلين الفران، هاد الكانيت دغيا كيوجدو وكياخدوش وقت طويل، اقتصاديين. كاين اللي ما عندوش مع الكيكه وطمادي ديال الكيكة يدير هاد الكانيت هادو. المهم درنا الكاس الاول، غادي نزيد الكاس الثاني. هو عندي كاس هنايا، هدا الكاس الثاني ديال الدقيق. ندخل الدقيق مزيان وغادي نحس بالخليط الثقيل. صافي غادي نحيد
الطناب اليدوي وغادي نخدم بيديا حتى نتوما. مازال غادي نزيد دابا غير نص كاس، نزيد دابا نص كاس ونشوف، لان هاد الكانت مخصوش يجي قاصح، لان الا جا قاص الا جات جينا قاصح تما في الدقيق غادي يجي الكانت قاصح، ما غاديش يجي هشيش. غادي نحيد الطراب اليدوي وغادي نخدم بيديا، غادي نجمع هاد الكانيت، غادي نزيد نص كاس واحد اخر، هنايا هو عندي عمرت كاس، غادي ندير نص كاس وغادي نشوف خصناش ندخلو فيه الدقيق بزاف. دابا راني درت هنايا 4 كيسان أونص، ثلاثة الكيسان عفوا أونص ديال الدقيق، دابا غادي نزيدو نص كاس ديال الدقيق وبركة. هذا هو القياس اللي غادي نحتاج في هذا الكانيط. المهم انا غادي نجمع العجينة ديالي ونرجع معكم. هانتوما هي العجينة ديالي من بعد ما جمعتها، هزات ليا 5 الكيسان ديال الدقيق، يعني على حساب النوعية ديال الدقيق كل واحد وشنو غادي تهزلي. يعني هي خاصها تكون خفيفة نتوما خفيفة بزاف، يعني خفيفة بزاف ماشيش تقيلة باش كتجي هشيشة. انا غادي دابا غادي نصوب الكانيت ديالي، غادي نديرو في اللاطة المهم نتوما معانا. ناخد اللاطة ديالي غادي ندهنها، ندهن اللاطة ديالي مزيان، بسم الله. غادي ديرو القياس اللي بغيتو نتوما، بغيتو قياس كبير بغيتو صغير، شوفو نتوما الحجم اللي بغيتو. انا غادي نديرو متوسط، ما غاديش ندير الكانيت كبير، هو خلاص راه كيوفى مع كيكون جاري، وتحاولوا تبعدوهم في اللاطه باش ما كيسيحش ما يتلاصقلكمش. هكذا غادي نكمل اللاطه ديالي وغادي ندهنها بالبيض، داك صفار البيض اللي كنا خلينا، غادي ندير فيه الكاكاو اللي بغا يدير نسكافيه يديرها، انا غادي ندير الكاكاو فيه، واللي بغا حتى يدير حبيبات ديال الشوكولا في الوسط ديالو حتى هو راه كيجي مزيان. كنرحب بالناس اللي دخلوا القناه ديالي، كنقول لهم مرحبا بكم، الف مرحبا. كنتم على هذا القياس، هذا انا كيجيني الكانيط اسهل ما يكون صراحه، الله الكانيط ساهل. مازالين ان شاء الله نحط لكم بزاف ديال الوصفات وبزاف ديال الافكار.
غادي نقدم هكا. المهم غادي نعمر لاطا ديالي ونرجع معكم ان شاء الله. هانتوما هنايا كملت لاطا ديالي عمرتها. غادي عندي هنايا هاد الصفار ديال البيض، غادي نزيد عليه شويه ديال الكاكاو مور باش كيعطينا داك اللون الذهبي. ندير شي قياس معلقه صغيره ها القياس اللي غادي نزيد، نوريكم القياس اللي غادي نزيد ما كيبانش بالكاميرا. هذا هو القياس اللي غادي نزيد ونشوف عاد نتوما نحطو مزيان باش ميبقاوش داك الحبيبات. غادي ندير له شويه ديال اللي عندها الحليب، غادي تاع الحليب انا غادي ندير له شويه ديال الخل باش ما يبقاش فيه داك الزفوره ديال البيض. غادي نزيد له قطعه ديال الخل وشويه ديال الخل، هنا داك القطعه ديال الخل باش ما يبقاش فيه داك الزفوره. واللي بغات اللي كان عنده الحليب يدي الحليب، انا متوفرش عندي دابا الحليب. نخلطو مزيان باش ما يبقاش داك الحبيبات، حتى كيولي كريمي. ها نتوما دابا صافي، غادي نشد دابا الشيكه ديالي بسم الله، وغادي ندهن هاد الكانيت ديالي كله، غادي ندهنو مزيان. صدقوني جربوه ما غاديش تندموا، انا جربته اول مره صراحه الله وعجبني وصدق ليا من اول تجربه صدق ليا وما كنخطيش من داري. كيعجبني وكيعجبو وليداتي بنين واقتصادي حتى الوليدات الكوطي. هكدا كندهن الكانيت ديالي. ولي بغا دير بحال مثلا دير جلجلان دير النافع معاه دير ماشي مشكل، ولكن هو كيبقى هادي هي الصراحة ديالو، كيبقى طبيعي ما فيه حتى حاجه. داك هو كيبقى كيجي لذيذ بلا مكونات بلا داك الجلجلان والنافع كيجي لذيذ. هكا غادي ندهن كلشي نعمر مزيان. غادي ندهن هادشي كله، غادي نجيب الفرشاة ديالي وغادي نزوق بها باش ملي كيطيب كيجي فيه داك الزواق زوين. نتوما غادي ندي هاكا كتجر هاد كنخبش هاد من الفوق باش ملي كيطيب كيجي زوين صراحة. نتوما على هذا الشكل هذا كيجي هكا. يلا المهم غنكمل هاد اللاطه ديالي وغادي ندخلها للفران ومن غادي طيب غادي نرجع معكم. دخلت اللاطه الاولى ديالي للفران، كنت شعل الفران كان سخون، ومني دخل مني الفران غادي تشعلوه يسخن مزيان، ومني غادي تدخلوا الفران غادي تنقصوا البوطه، ما تنقصولاش كاع، الا نقصتو لا كاع غادي يكبس ما غاديش يجي
ما غاديش يجي زوين، ولا جهدت ولا كاع غادي تخطف وغيبقى خضر من الداخل. لهذا خليوها خليها متوسطه، ما مجهداش وما ناقصاش باش يجي غانيت يجي زوين. هذه اللاطه الثانيه، نتوما تبارك الله كيخرج خير ربي، يخرج كميه لا باس بها. غادي نعين اللاطه ديالي الاولى تطيب، وغادي نهبطها من التحت. انا عندي غير الفران ديال البوطه ماشي الفران ديال الضو، غادي نخليها تطيب من الفوق وغادي نهبطها من التحت وعاد نخليها تحمر من التحت، وداك الساعات نقدمها معاكم. انتم اخواتي عندك لاطه عمرت لاطه، وهذه هاد الحبات تما غادي نديرها بحال الاولى، غادي ندهنهم مزيان، يعني داك الصفار البيض راه كافينا يصوبنا داك الكميه المقادير اللي عطيتكم، كافي داك الصفار ديال البيض اللي عطيتكم الكميه ديال المقادير اللي عطيتكم، سمحوا لي كافي لهاد الصفار ديال البيض. غادي يجيكم هو هذاك العبار، يعني بلا ما ديروا بيضه كامله. هانتوما صافي، تاعو غادي ندير لهم نفس الطريقه اللي درت للاخرين. كتقلبوا الفرشيطه هكا على ظهرها وجلو. المهم انتما معنا، غادي نشوف اللاطه ديالي اللي في الفران ونرجع معكم. انتما الاخوات الكانيت ديالي من بعد ما وجد تبارك الله جا غزال، جا زوين صراحه الله، وغي جربوه. غادي نحطو معكم في طبق التقديم ونرجع معكم. وانتما هذه اللاطه ديالي ثانيا بعد ما طابت، تجيت مزيانه صراحه الله. وها هو الكانيت ديالي من بعد ما وجد، جا غزال وطيحت ليا، طيحت ليا 28 حبه، يعني هذا القياس هذا اللي درت، كل واحد يدير القياس اللي بغا. صراحة الله كيجي زوين، نقسم معكم واحد الحبة، بسم الله. هانتوما كيجي غزال وهشيش، جربوه ما تندموش صراحة الله إلا جربتوه، كيجي غزال. وكنتمنى يكون الفيديو ديالي نال الإعجاب ديالكم، وما تنساونيش واحد لايك واشتركوا القناة ديالي وضغطوا على جل الاشتراك باش يدبس لكم كل الجديد ديالي. ودمتم في رعاية الله، إلى فيديو آخر إن شاء الله.